سري عبد الرحيم، بطل سابق سباقات على الطريق بالخصوص في الماراثون، وحائز على إحدى الجوائز بما بالماراثون مدينة مراكش. 30 سنة في الميدان ديال ألعاب القوى، ومؤسس جمعية فرسان الغرب لألعاب القوى عام 1997، وكذلك مؤسس عصبة الغرب شرطة بن حسن لألعاب القوى 99 بالخصوص، وأب لطفلين لاج 58 سنة. هذا المسار ديال الرياضة يعني بكل صراحة وبكل كل نزاهة يعني كان في الدم ديالي هذه ألعاب القوى. الحياة ديالي كلها مارستها في هذا الميدان ديال ألعاب القوى. كنت بطل وما كانش اللي غينقب عليا. شنو الأسباب؟ ما كانش عندنا نادي هنا مدينة سوق الأربعاء الغرب. قلت أنا لا ضعت وليدات سوق الأربعاء ما يضيعوش، وفرغت وكرست حياتي كاملة لألعاب القوى. يعني وجمعية فرسان الغرب كان ولا عندها واحد الصيت وطني، وعطات أبطال مرموقين ومعروفين على الصعيد الوطني. يعني كان جمعية فرسان الغرب كيتضرب بها 1000 حساب. يعني بالمجهود ديال بعض الغيورين اللي كانوا جنود الخفاء اللي كانوا كيعاونوا الجمعية، ورغم ذلك ما عندناش مدينة السوق الأربعاء، ما كاينش لا بنية تحتية، ما كاينش لا وسائل النقل. كنا من غادي نقول لك بالدارجة من الزيرو، ولكن كانت الجمعية كانت عندها واحد السيت وطني. أسباب ديالها هاد جمعية فرسان الغرب، الأسباب ديالها باش يعني غادي نقول لك انهارت. كانت فيها تقريبا 520 منخرط. السبب ديالها هو الناس اللي كنحملوهم المسؤوليه، هاد الناس المنتخبين اللي يعني كيدخلوا لهاد المجالس ماشي باش يديروا واحد المخطط الاستراتيجي وينميو البلاد، كيدخلوا باش ينتقموا من اي واحد باغي يهز الراس ديالو ولا باغي يهز الراس ديال مدينه السوق الاربعاء الغرب. كيحاولوا ما امكن يديروا له بالدارجه العصافة الرويضه. يعني هاد الاسباب هذه هي اللي خلت الرياضه مدينه السوق الاربعاء نهار. ولكن الفلطه ديال من؟ الفلطه ديالنا حنا، يعني الفلطه ديالنا حنا والعيوب ديالنا حنا. النهار اللي كان الناس اللي كيكونوا في التسيير ديال التشريعي اللي خصنا نختاروهم، اللي خصنا نختاروا هاد الناس اللي غادي ينهضوا بالمدينه، حنا كنمشيو كيستغلونا الهشاشه ديال الهشاشه والضعف. فلهذا انا نضجت وكنوصل الرساله، للاجيال اللي جايه، باش ملي تبغي تحط صوتها تحطوا الناس اللي في المستوى، الناس اللي عندها كتخاف الله سبحانه وتعالى وعندها ثقافه وكيكونوا عندهم غيره. يعني انا بغيت هذه الرساله نوصلها لوليداتنا، لانني انا نضجت ويعني وساهمنا، انا واحد من دوك الناس اللي كانوا ساهموا في الخراب ديال مدينه السوق الاربعاء الغرب. وغادي كنقولها وكنطلب المسامحه من الذين من ساكنه مدينه السوق الاربعاء الغرب، كنطلب منهم المسامحه. انا راه نضجت ولحقت 58 سنه، ما بقاش في العمر ديالي الا القليل. سي ماشي بغيناك تعاود لنا على الحادثه ديال المحاوله ديال الانتحار ديالك، وشنو هو السبب اللي خلاك انك تحاول تنتحر رغم انك انت رياضي في المدينه؟ بكل صراحه وغادي نصرحك بكل صراحه غادي نقولك الحقيقه باش اللي خلاتني باش ندخل في الدوره ديال شهر جوج وندير محاوله الانتحار داخل المجلس البلدي بمدينه السوق الاربعاء الغرب. يعني راه الحقره، ولكن الحقره ماشي بالنسبه لهاد عبد المذنب. انا بقاو فيا دوك الوليدات، بقاو فيا وليدات الشعب، بقاو فيا وليدات هاد لي زاتليت اللي كانوا عندهم احسن لي زاتليت اللي كاينه في المغرب، راه ممكن عندنا هنا موجودين مدينه السوق الاربعاء الغرب.
وبكل صراحه انا ملي كنت كنمشي يعني داروا لي جميع العراقيل في المجلس البلدي باش داك يدمر هذيك جمعيه ورسال الغرب، يعني كندير طلب ديال الكاركين وسخرين كيقولوا لهم حطوا الطلب باش ما يديش فلان، كندير شي تظاهره وطنيه ما كيحضر معايا حتى شي واحد، كان جميع كنطلب يعني اي حاجه في الميدان ديال بالنسبه للدعم كيدخلوا جمعيات على الاوراق وتيدخلوها باش يضعفوا هذيك الجمعيه اللي كانت عندها صيت وعندها لك باش يهرسوها. دمرت انا ملي سمعت في خدمتي، انا قلت لك انا قبل ما نقول لك السؤال خدام بلا فيزيت مراقبه السيارات وكنت اليبس اوفيسي في الارمي وسمعت في الميدان ديالي كامله وداروا لي جميع العراقيل حتى اصبحت متسولا في مدينه سوق الاربعاء الغرب. يعني 30 سنه ديال النضال، 30 سنة اللي كنقول لكم بكل صراحة ديال النضال، لا بالنسبة كممارس رياضي ولا بالنسبة يعني التسيير ديالي في هذا الميدان الرياضي وفي التظاهرات واللي كنت كننظم هنا مدينة السوق الأربعاء الغرب وكل شيء كيشد بها، هذه اللي خلاتني يسدوا عليا جميع البيبان. جيت كنطلبهم غير بطاقة نخدم في بطاقة الإنعاش كيدخلوا الناس اللي بغاو والناس الاقربين المقربين ديالهم كيديروهم، وحنا اصبحنا متشردين واصبحنا كندورو في الزناقي، فلهذا تسدوا لي جميع البيبان. انا بغيت عندك الساعه درت هذيك المحاوله ديال الانتحار الاول، انا اللي كيشرو انا بالنسبه اللي كي اللي جاتني حرقه في سوق الاربعاء، يعني اول مره في التاريخ عندنا برلماني وعندنا رئيس مجلس اقليمي وعندنا رئيس مجلس البلدي بمدينه سوق الاربعاء الغرب، وسوق الاربعاء اللي كانت مدينه الورود اصبحت مدينه الاوساخ، مدينه كانت يعني عندها جات واحد الموقع استراتيجي للبوابه ديال الشمال. شوفوا ها المصير ديال مدينه سوق الاربعاء الغرب، الا لاحظتوا راه ما فيهاش شي حاجه اللي غيستافدوا منها وليداتنا مستقبلا، ما فيها لا ليستيه، ما فيها لا تكوين، ما فيها معامل، ما فيها شركات، ما فيها بنيه تحتيه، اللهم هذا منكر. وغادي نقول لكم واحد الكلمه، اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظري الساعه. روك بعد على هذا السؤال هذا، وغادي نكرر واحد الجمله راه قلتها لكم في الاول، يعني الا بغيتوا التغيير ديال هذه المدينه، إلا بغيتو التغيير ديال المدينة خص أولي الألباب، راه خص الناس اللي عندها العقول ديال التسيير. بالله عليكم ناس ما عندهاش مستوى، ناس أميين، ناس جهالة كيسيروا هاد المدينة اللي هي جماعة حضارية وكنحطوهم في الموقع ديال القرار. أش كتنتظروا منهم؟ أش كتنتظروا من هاد الناس غيديروا لهاد المدينة هادي؟ دابا اللي كنطلب أنايا التغيير يكون فساكنة مدينة سوق الأربعاء الغرب، اللي غادي نوصل لهم هذه الرسالة، اللي يعني خصهم. حنا كنلقاو عندنا تقريبا 26,000 ديال المصوتين كتخرج كتصوت 12,000، بالله عليكم هذوك الناس اللي ما كيخرجوش كيصوتوا راهم كيساهموا في المنكر، كنطلب منهم باش يحاولوا ما أمكن يعتقوا هذه المدينة هذه، على الأقل باش نبقاو حنا عبرة. باش نبقاو عبره للمدن الاخرى باش يقولوا الناس ديال سوق الاربعاء راهم عاقوا، والناس راهم ديال سوق الاربعاء وصلوا للنضج، ونديروا شي ناس اللي في المستوى، يكون عندهم كفاءة ديال التسيير، كفاءة الثقافة، ويكون فيهم خوف الله هو الأول. والرسالة اللي بغيت نوصل لساكنة مدينة سوق الاربعاء الغرب، يعني غنقول لكم بكل صراحة، يعني أنا ملي كندخل الدورة ديال المجلس ديال مدينة السوق الأربعاء الغرب، بالله عليكم تندخل تلقى بعض يعني المنتخبين، بعض الأعضاء، أقسم لكم يمينا إلا ما كيعرفش حتى شنو هو جدول الأعمال، ولا ما كيعرفش حتى جدول الأعمال ولا النقاط اللي مدرجة في المجلس البلدي، إلا كيهز صباعو بالتصويت مسائل كاينه بعض. وكنطلب باش جايه فرصه ديال 2021، كنطلب من الساكنه باش تكتل ودير شي عناصر اللي غتشرف مدينه السوق الاربعاء الغرب. وانا كنزيد ناكدها، الا ما كاينش شي عناصر اللي كتكون في المستوى، اللي ما كيكونش عندها واحد مستوى دراسي كيكون فيها خوف الله سبحانه وتعالى في العمل السياسي، راه عمر سوق الاربعاء ما كلشي عمرها ما تزيد لك قدام، ملي باقين واحد جوج راهم كيتناوبوا عليهم،
يعني عندنا النوبه، واحد يحيد هذا وواحد يجي الاخر. بالله عليكم هاد الناس هادو خصكم تعرفوا الحقيقه اش داروا لهاد البلاد هادو. هاد الناس راه كانوا من لا شيء، راه كاين بعد منهم راه ولا ملياردير، راه حنا عارفينهم وخصنا نفضحوهم، وكانوا من لا شيء راه هذه بكل صراحه. وكاين بعد الناس اخرين راه كيعرفوا مصالحهم وكيعرفوا مصالح ولادهم وولاد الشعب. الله يعاونكم، انا راه لا اخشى سوى الله سبحانه وتعالى، وكنوصل هذه الرساله، كنوصلها لساكنه مدينه السوق الاربعاء الغرب، وكنوصلها لسيدنا الله ينصرو اللي كنطلبوا منه باش يدير لنا شي زياره لمدينه السوق الاربعاء الغرب. انا كنوجه هذه الرساله لسيدنا الله ينصرك، الله ينصرك. هذه راها مدينه السوق الاربعاء الغرب، راها جات في واحد الموقع في البوابه ديال الشمال، وعندها تاريخ، راه ما فيها حتى شي حاجه ما كاينه في سوق الاربعاء. رانا كنزيد ناكدها، راه عا كيكذبوا عليكم،